أحوال الطقس المرتقبة لينا على الغد، فالأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما بكل ربوع الوطن، لكن بعد تلشي ضباب خفيف الذي سيميز صبيحة الغد السواحل الغربية، سحب من النوى العالية على المرتفعات الداخلية الغربية، لكن نشاط رعدي بشمال الصحراء مناطق الجنوب الغربي للوطن مرفوق بأمطار احتمالا تكون رعدية بأقصى الجنوب الجزائري. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 18 إلى 24 درجة بشمال الوطن، تتعدى 30 بشمال الصحراء، 31 بإليزي، 32 درجة بالنسبة لتندوف، 33 بأدرار، 32 درجة بإن صلاح، 29 ببرج بجي مختار، 24 درجة بتمنرة، ستجانة تقارب 31 درجة بإن قزام. ظهيرة الغد بحول الله تبقى الأجواء إذا مستقرة، 32 درجة بالجزائر العاصمة، 31 بعدنابة سكيكدة، 35 درجة بتيزي وزو، باتنا والجلفة، 33 بقسنطين سطيف، 36 بالبيض، تلمسان، وهران، مستغانم، 40 درجة بغليزة شلف ومعسكر، نفس المقياس بغردايا 37 بالواد بسكرة، 42 درجة بولاية بشار، 47 ما بين الخط الرابط أدرار إن صالح تقارب 45 درجة فيما يخص تندوف برج مختار إن قزام. لملاحة وصيد البحر نهار الغد، فالبحر سيبقى قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 40 كيلومتر على السواحل الغربية، 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى، لكن البحر مضطرب نوعا ما على السواحل الشرقية، سرعة الرياح معتدلة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة، والرياح ستأتينا ضمن التيارات غربية شمالية غربية على السواحل الشرقية.